ومن العلامات الكبرى للساعة أن تطلع الشمس من مغربها. قال ابن كثير رحمه الله في التفسير، قال: إذا أنشأ الكافر يومئذ إيمانا لا يقبل منه. ثم ذكر حديثا في المسند وجود إسناده في كتابه النهاية، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة، ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من مغربها. فإذا طلعت الشمس من مغربها طبع على كل قلب بما فيه، طبع على كل قلب بما فيه، وكفي الناس العمل.